الألب هي سلسلة جبال بأوروبا بتمتد من النمسا وسلوفينيا شرقاً مروراً بإيطاليا سويسرا ليشنشتاين ألمانيا وفرنسا غرباً. في نظريتين حول أصل تسمية الألب، فالأولى تعتبر أنه جذورها من السلس وبتعني العالم المضيء أو العالم من فوق، بينما نظرية تانية بتعتبر أنه مصدرها الكلمة الهندو أوروبية ألبو يلي بتعني أبيض. هالجبال هي الأكثر كثافة بالسكان وبيعيش فيها 40 مليون شخص وبيزورها 120 مليون سائح بالسنة. بتضم هالجبال 82 قمة رسمية بيبلغ ارتفاعهم 4000 متر على الأقل، وأعلى قمة هي مونبلان يلي بيبلغ ارتفاعها 4810 متر وهي على الحدود الفرنسية الإيطالية. مين قال إنه هالجبال هن مصدر المي وعدد كبير من المعادن والأحجار المهمة مثل الذهب، النحاس والكوارتز؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.